علاقة عاطفية مميزة عم بيعيشها الفنان اللبناني الكندي مساري مع حبيبته سحر، الأمر اللي بيلاحظوا متابعينه بشكل واضح عبر السوشيال ميديا ومن خلال البوستس اللي بينشرون. كاميرا أغاني كانت رصدت سحر ومساري، وبهالطريقة زميلة جوانا يوسف حوالي تعرفنا أكثر على الصبية اللي سرقت قلبه. لكن قبل كنا رصدناه بهالموقف العفوي. نعرف قد ايه بتحب المناقيش، بس انه توصل معك لهون ما قدرت تنطر لدفل؟ بعدنا بلا ترويقة. قد ايه نصحان مساري زيارة؟ ميرسي كثير. انا عم تقولي نصحان يعني هيك خبط لزق؟ رايح دغري على الدايت هلا؟ ايه ايه اكيد رايح على الدايت، رح نعمل كلينزينج. اكثر شيء بتحبه من الاكل اللبناني هي انه المناقيش؟ هلا اكثر شيء بحبه اكل انا اكل الماما اكيد. نقيش الكنافة بصراحة الأكل اللبناني كتير طيب، يعني كمان very balanced، يعني ما بيهتم الواحد كتير إنه to put a lot of weight. عندك الفتوش والتبولي واللحم والمشاوي وكذا هيك. أنا I love food as you can see. بس أنت أكلت كمان طعميت سحر ونصحت لسحر. إيه سحر إيه حرام سحر صارت كل يوم منقوشة، صار اسمها منقوشة ما سحر. نعرف انك هلا بعلاقه عاطفيه، يمكن علاقه حلوه وصار لها زمان، ممكن تكلله بالزواج قريبا وهيك تعمل عرس بلبنان وطن ورنه وزفه ان شاء الله. ليش لا، لحديت هلا يعني بعدنا مركزين شوي على الموسيقى، بس I was very lucky I found someone that is extremely loving and caring and understanding. لانه انا شغلتي ما انا كثير understanding، يعني سفر كل يوم رايحين جايين و even with the nature of the business. بس انا بعرف لما لقي شغلي what its value is. وبصراحة her value to me is priceless. And I'm very happy. I'm very happy as far as a man, peace of mind in my work and in my personal life. ممكن تعمل عرس لبناني بحر؟ إيه ليش لا؟ yeah أكيد yeah of course. لأنه this is our culture too. يعني I would love to إن شاء الله. هيدا بالنسبة للحياة العاطفية والخاصة. أما فنياً فمصاري عم يتحضر لعدة أغنيات وأعمال مقبلة، الأمر اللي رح يخليه ما يبتعد عن لبنان كتير، وقريباً رح يعود ليزوره من أجل إنهائه. عندنا مشاريع كتير كبيرة هلأ عم نشتغل على يعني بروجكت أغاني، مثل ما هلأ بعدنا مقدمين الأغنية يا نور العين مع مايا دياب وفرنش مونتانا من توزيع هادي شرارة، وعنا أغاني كتير كبيرة كمان طالعة عن الله راد، وأكيد العالم عم تشوف إنه أنا رايح جاي مع أشخاص وكذا. ففي مشروع كتير كتير كبير إن الله راد، والمشروع أكبر من بس موسيقى، هي لحتى نقدر نبني جسر بين الشرق الأوسط ونورث أمريكا and Europe. وأكيد هذا كمان it ties in a tour around the world with these very big artists from North America and here in the Middle East. يعني أنا طول حلمي من أنا وصغير أعمل شيء كبير، نعمل شيء على مستوى إنه نفرج العالم هيدا لبنان، هيدا الشعب العربي، نحن من عنا في الحضارة، عنا الحب، عنا the love of life and we love each other and we absolutely are not what the image that they're making of us. من وحي الحديث مساري كشف عن العلاقة العائلية والقربة بينه وبين السوبر ستار راغب عليمي اللي وصفه بابن العم. راغب أنا ابن العم، راغب بعتبره مخيل كبير بصراحة، في قرابة بيني وبينه يعني yeah, so, وعائلته اسم الله they're incredible family full of love. الواحد بيحس حاله عن جد راي على البيت، يعني لما يروح لعندهم شيء كتير مريح. واللي حلو انه اسم الله يكون ستار على هذا المستوى to open his door for me. يعني هنا for me it was an incredible feeling and it's an incredible feeling of accomplishment for myself as well. حسيت حالي انه انا كمان انه يعني عم بقدم شيء لحتى يكون حدا بهالمستوى عم بيتقبلني. فعاملين اشياء كثير مع بعض، مشاريع كثير كبيره ضمن الموسيقى وبرات الموسيقى كمان. يعني بعد راغب عليمي مايا دياب ومحمد عساف عالمين عينه من النجوم العرب لمشروع ديو جديد، وشو علاقة سلطان الطرب جورج والصوف؟ لحديت هلا انا ما حابب ruin the surprise. We do have a big surprise. There's a few more artists from the region that we're going to be doing songs with, really big songs. I'm talking about very big and emotional songs. وانا صار لي فتره عم نخطط لهيدي هالبروجكت اللي عم نعمله هلا، والحمد لله كله عم يزبط. كله طالما نحن ما بنقول شو بدنا نعمل بتزبط، كل ما بنقول بدنا نعمل ونسوي ما بيصير شيء. يعني بعرف قد ايه بتحب سلطان الطرب جورج والصوف، عينك على شيء هيك ديو معه ان شاء الله؟ يا ريت. انا بعتقد انه غنيه من اغانيه مثلا يكون كلام الناس او شيء من هيك اغاني نقدر نعمل لهم ريفامب ريميك almost. He out of respect of a legend
يعني انا حابب ارجع اذكر الجيل الجديد يلي يمكن عم ينسى شو صاير من 20 سنه 30 سنه، ذكرهم هولي هي تاريخنا، ما تنسوا نحن من هون جينا لحتى نعرف حالنا وين بدنا نروح، بدنا نعرف وين جينا. مع هالاجواء ختمنا لقائنا بمساري اللي وعدنا باعمال دسمه ومفاجاه بالفتره المقبله، على امل يكون التوفيق حليفه اثناء التحضير لها وتكون النتيجه مرضيه له ولجمهوره.